هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله على حاجة اسمها mean average precision أو MAP. دي عبارة عن evaluation metric أنا بستخدمها علشان أقيس performance بتاع أي object detection algorithm. يعني علشان أقول ال object detection algorithm ده كويس ولا لأ، ببدأ أحسب له الماب وبيديني رقم في الآخر، وبعدين ببدأ إن أنا أطبق نفس الإكويشن دي أو البروسيجر ده على كذا ألجوريزم تاني أوبجكت ديتكشن ألجوريزم، وببدأ أشوف أقارن الأرقام الناتج في الآخر، الماب بتاع الألجوريزم ده والماب بتاع الألجوريزم ده، والماب الألجوريزم اللي ليه ماب كبيرة أو ليه فاليو كبيرة ده بنقول عليه إن هو أحسن ألجوريزم. فهو يعتبر ايفالويشن متريك بنستخدمها في الكمبيوتر فيجن أو في الأوبجكت ديتكشن فيلد، تستخدم تو ايفالويت ذا بيرفورمانس اوف اوبجكت ديتكشن مودلز ان جنرال. يعني يعني مين افريج، المفروض المين هو الافريج، فازاي مين افريج بريسيشن؟ هي الفكره ان هو يعني بيحسب الافريج على مرحلتين، وبالتالي هو اسمه هو مين افريج. فالمين افريج بريسيشن او الماب از ذا افريج، هو يعتبر الافريج بتاع كل الافريج بريسيشن لكل الكلاسز. طبعا الكلام ده مش هيوضح قوي غير بمثال او بان انا اشرح اصلا يعني ايه بريسيشن وكده، بس يعني مثلا دي الرول، وهتوضح واحنا شغالين ان هو عباره عن الافرج بتاع كل الافرج بريسيشن لكل الكلاسز. يعني انت بتجيب الافرج بريسيشن لكلاس معين، وبعدين الافرج بريسيشن لكلاس تاني، وهكذا، وبعدين القيم دي كلها بتجمعها وبتقسمها على عدد الكلاسز. اوكي، فالماب بيساوي واحد على ان اللي هو ان نمبر اوف كلاسز مضروبة في الـ summation of average precision. طبعا الـ summation of average precision ده موجود في الباست، والمقام موجود ان، يعني كأنها مكتوبة كده واحد واحد على، ما اعرفش ليه مش بيكتب، يعني واحد على ان مضروبة في الـ sum. اوكي، مش الـ sum موجودة في المقام، لا الـ sum of average precision. طبعا هنعرف ايه البريسيشن وايه الافريج بريسيشن، وبعدين نقعد نجمعهم، وبعدين ايه هيبقى هي دي من افريج بريسيشن. خلينا بس الاول نعرف يعني ايه. ده بس قبل ما نخش في التفاصيل، هتلاقي ان انت مثلا تمسك الالجوريزم معين لنفرض دي بي ام، بتقول له هات لي الافريج بريسيشن للكار للبايك للبرد لهكذا، بيطلع لك ارقام، بعدين بتبدا تمسك الارقام دي كلها تجمعها مع بعض تقسمها على عددها، هيروح مديك الماب. اوكي، يعتبر الماب ايفالويشن متريك مهمه جدا، بحيث ان انا ممكن من خلالها اعرف الالجوريزم ده احسن من التاني ولا لا، في ان جنرال الاكيرسي بتاعته على كل الكلوسز. قبل ما نبدا نشرح اي حاجه، او قبل ما نشرح الـ الـ او عشان نشرح المين افريج بريسيشن، لازم نقول الاول يعني ايه بريسيشن ويعني ايه ريكول. ان جنرال الاول، انت لو عندك موديل بدا يقسم، مش عارفة ده ايه. طيب لو انا عندي موديل قال ان انا عندي، ولنفرض ده الجانب بتاع الابلز الكوركتد كلاسيفايد ابلز، وده الجانب بتاع الاورنجز، وهو بيديسكريمينيت او بيحط لاين هنا، في شوية سامبلز من الابلز موجودة في مكانها صح، ولكن في شوية اورنجز موجودين في مكانهم الغلط، يعني هم uncorrectly classified. وهنا برضو العكس، انا ده الجانب بتاع الاورنج، فعندي اورنج 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 اربعه، وواحده uncorrectly classified apple classified as an orange. فلو انا عايز احسب الاكيورسي لحاجه زي كده، هتلاقي ان هي بتساوي عدد السامبلز اللي correctly classified من apples في الجانب ده، وعدد السامبلز اللي correctly classified as an orange في الجانب ده، هتلاقي ان اربعه وهنا ثلاثه فيبقى سبعه، على التوتال كله اللي هو كام؟ 10. عندنا هنا 5 في الجانب ده و5 في الجانب ده، ان توتال يعني هيديني 10، يبقى 7 على 10 70%. المشكله ان الاكيورسي، لما انت تلاقي ان الاكيورسي 70% او 90%، بتروح مدي انديكيشن على طول ان الالجوريزم بتاعك ممكن يبقى احسن حاجه. وير ان في مشكله، في سبيشال كيس اثبتت ان الاكيورسي مش كفايه كايفاليوشن متريك لكل المودلز. يعني ازاي بقى؟ لو انا مثلا عندي 8 سامبلز من الاورنج، اوكي، وعندي اونلي 2 سامبلز من انا عندي هنا 8، مش عارفه اكتب ولا ايه، عندي هنا 8، تمام،
عندي هنا 8 اورنج وقول لي 2 ابل، والخط بتاعي موجود هنا وهنا وهنا في زيرو، هنا مفيش حاجة خالص. اوكي، فاللي هيحصل انت لو جيت تحسب الاكيورسي، لو جيت تحسب الاكيورسي هتلاقي ان 8 على 10، 8 على 10 اللي هي 80، وانت بتحسب الحاجات الصح اللي هنا والحاجات اللي الصح اللي هنا، الحاجات الصح اللي هنا 8 والصح اللي هنا 0، ف8 زائد 0 ب 8، على التوتال اللي هو 10 يبقى عندك 80%. اول ما تشوف كلمه 80% دي على طول بتبقى بديك حق ايه؟ ان السيستم بتاعك شغال صح. هو شغال صح في الاورنج بس، هو ولا واحد طلعها صح فين؟ في الابل. فالفكره ان لما بيكون عندي النمبر اوف سامبلز في كل كلاس مش بيساووا بعض، يعني عندي سامبلز الاورنج 8 وعندي السامبلز للابل 2، الاكيورسي ما بتبقاش احسن حاجه، ما بتبقاش احسن ايفالويشن متر، او الرقم اللي هي بتجيبه ما بيكونش معبر فعلا بالنسبه لكل كلاس على حده. فلذلك احنا اضطرينا نستخدم ايفالويشن متريك تانية اللي هي اسمها بريسيشن وريكول لكل كلاس، بتجيب البريسيشن للابل والريكول للابل، وبعدين ممكن تجيب البريسيشن للاورنج والريكول للاورنج، بحيث ان انت تعرف كل كلاس على حده الاكيرسي بتاعته عامله ازاي. فعشان نحسب البريسيشن نخليها بالرسم احسن. عشان تحسب البريسيشن انت بيكون عندك جانب للابلز وجانب للاورنج. اللي بيحصل ان انت بتركز بس على الجانب، انت عايز تحسب البريسيشن للابل فبتركز بس على الجانب بتاع الابلز وبتنسى خالص الجانب بتاع الاورنج، وتبدا تشوف مين في السامبلز دي اللي كوركتلي كلاسيفايد از ان ابل على مجموع كل السامبلز اللي في الجانب ده، اللي هي توتال ابلز كوركت على توتال ابلز سايد اوبزرفيشن، كل الاوبزرفيشنز اللي موجوده في جانب الابل، هتلاقي ان انت عندك 3 على 5، وبالتالي تبقى 60%. فالبريسيشن 60%، احنا كنا حسبنا الاكيورسي كانت كام؟ كانت 70%، دلوقتي البريسيشن 60%، يعني ال على السامبلز اللي كلاسيفايد از ان اورنج از ان ابل نسبتهم 60%. لو جيت اطبق نفس الفكره على الريكول هلاقي ان الريكول بيبقى مهتم بالاوبزرفيشنز بتاع الابلز سواء كانت موجوده اليمادي او اليمادي، بينسى خالص ان في اورنج هنا وبينسى خالص ان في اورنج كده اليمين، بيبدا يشوف الابلز اللي هنا والابلز اللي هنا عنده هم كام؟ 4، كام منهم صح؟ 3، يبقى عندي 3 على الـ4، ده ريكول اللي هو انا عندي كام سامبل كوركتلي كلاسيفايد من الابلز كلها. هنا توتال الابلز كوركت على توتال اكشوال ابلز، على عدد الابلز الحقيقيين او الاصليين. لو عايزين نحلها بالطريقه دي مفيش مشكله، اللي هو بمجرد النظر كده، او ممكن نحلها بطريقه تانية اللي هي خلينا نجيبها من الرول الاولانيه، ان البريسيشن بيساوي ترو بوزيتيف على الفولس بوزيتيف زائد زائد ترو بوزيتيف. يعني ايه ده؟ البريسيشن انا لسه قايله ان البريسيشن مثلا بيساوي 3 على الـ4، كان مين الثلاثه؟ النمبر اوف ابلز اللي هي كوركتلي كلاسيفايد، دي بنسميها ترو بوزيتيف. بوزيتيف يعني ايه؟ انا قلت ان بوزيتيف يعني ابل، ترو يعني كلامي صح، فلما انا قلت ان هي ابل كان كلامي صح لان هي فعلا موجوده اليمين دي، ترو بوزيتيف. لكن لما جيت قسمتها على 5، 5 دي من اللي هي الترو بوزيتيف زائد الاورنج ده، الاورنج ده ممكن اسميه ان انا قلت ان هو بوزيتيف بس كلامي كان غلط، فولس بوزيتيف، فهيبقى انا هيبقى 3 على فولس بوزيتيف زائد ترو بوزيتيف. اوكي، فممكن تحسب بريسيشن كجنرال رول بان هي بتساوي ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس بوزيتيف، او ان انت ممكن تعلمها بمجرد النظر ان انت بتمسك الجانب بتاع الابلز بس. البريسيشن برضو ان انت احنا جينا هنا قلنا بيساوي 3 على 4، كان مين الثلاثه اللي هي ترو بوزيتيف؟ كل الحاجات اللي هي ابل وكوركتلي كلاسيفايد من الجانب بتاع الابل على الـ4 اللي هي التوتال نمبر اوف ابلز اصلا. فلما انا جيت جمع قلت 4، 4 كده عباره عن 3 زائد 1، فيبقى الباست ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد حاجه، الواحد دي اسمها ايه؟ انت قلت ان هي اورنج، انت قلت ان هي اورنج يبقى انت كده نيجاتيف، وفولس يبقى وكلامك غلط يبقى انت فولس، يبقى فولس نيجاتيف. فالسامبل دي المقام هنا 3 زائد 1 اللي هي ترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف، الحاجه اللي انت قلت ان هي مش كلاس، مش نفس الكلاس اللي انا فيه وكان كلامك غلط، انت قلت ان هي اورنج وهي اصلا قبل، يبقى انت فولس.
فده الريكول ممكن تستخدمها بالطريقه دي او بالطريقه دي as you like، بس in general يعني يفضل انت تستخدم تبقى عارف الرول الكامله عشان ممكن ما يبقاش متاح ليك الصوره والحاجات دي. فالريكول الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف فولس نيجاتيف، وان جنرال عشان ما نلخبطش نفسنا المقام هنا بيساوي التوتال نمبر اوف سامبلز في الكلاس اللي انا انترستد بيه. يعني انا دلوقتي عمال اجيب الريكول والبريسيشن للابل، فلما اجي اجيب الريكول المقام بتاع الريكول هو عباره عن نمبر اوف سامبلز بتاع ايه؟ بتاع الابل، فيبقى على الاربعه. اوكي، لو كان نمبر اوف سامبلز اصلا 10 هيبقى المقام بتاعي 10 من غير ما افضل اقول بقى ترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف. لا يعني تشوف في الاخر عدد السامبلز بتاع الابل التوتال كام، هتلاقيهم أربعة، حط أربعة من غير ما تعرف التفاصيل. دي طبعا دي طريقة تانية يعني عشان إيه تعرف تحسب الريكول أو تعرف تحسب المقام بتاع الريكول. طيب فدلوقتي إحنا خدنا الأكيوريسي، طبعا دي طريقة تانية لشرح الريكول والبريسيشن. فإحنا عرفنا يعني إيه الأكيوريسي والعيب اللي فيها، وبعدين عرفنا البريسيشن والريكول، وعرفنا إن إحنا بنجيبهم لكل كلاس على حدة، وعرفنا طريقتين ليهم، يا إما بمجرد النظر من الصورة أو من الرول اللي هي ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس بوزيتيف للبريسيشن، او ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولس نيجاتيف للريكول. ونلاحظ ان الاثنين الباست بتاعهم واحد والمقام بتاعهم هما الاثنين فيهم ترو بوزيتيف زائد حاجه. اوكي، طيب لو انا عايز اعمل في حاجه تانيه اسمها بريسيشن ريكول كيرف، اللي هو انت يعني بتحسب البريسيشن والريكول لكل سامبل، لكل سامبل عندك في الداتا سيت. دي السامبل الاولانيه هنعرف طبعا ازاي بنحسب البريسيشن لكل سامبل. فالاحمر ده مثلا بيريبريزنت الكلاس اللي هو كار، فانت بتحسب البريسيشن ريكول كيرف بتاع الكار، وبعدين البريسيشن ريكول كيرف بتاع البوت، وبعدين البريسيشن ريكول كيرف بتاع الايربلين، بحيث ان الريكول موجود في الاكس اكسس والبريسيشن موجود في الواي اكسس، وانت الكيرف ده بيكون بتاع الجوريزم معين. ما بعرفش انا احط البريسيشن والريكول الاثنين الجوريزم مع بعض. وهنعرف مع الوقت احنا ازاي بنقدر نقارن الاثنين، يعني اثنين كيرفز مع بعض. فده بس يعني ايه بريسيشن ريكول، ان انت بتبدا ترسم الريكول والبريسيشن بتاع الكلاس معين في كيرف، وبتبدا كل دوت دي عباره عن سامبل جوه كلاس، سامبل جوه كلاس. طبعا هو مش لازم كل حاجه تبقى بادئه من الكبير تنزل على الصغير، ممكن تبقى اصلا حاجه زجزاج يعني مش شرط. فده البريسيشن ريكول كيرف. في حاجه بعد كده اسمها افريج بريسيشن. افريج بريسيشن ان انت يعني لو فرضنا ان ده لو فرضنا ان ده الكيرف بتاعك، طبعا احنا هنتكلم بعد كده عن ان الكيرف اصلا كان كده اصلا كده. خلينا بس نقول ان ده كيرف. اوكي، شكل ما يعني ده كيرف. كان كده. فانت اللي بيحصل عشان تجيب الافريج بريسيشن، بتبدا تجمع كل السامبلز اللي هي اللون الاصفر دي، تجمع كده تقول لي ان انا معايا واحد زائد واحد زائد واحد كده 3 وحايد زائد 8 من 10 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 1 2 3 4 5 6، يعني 6 في 8 من 10 زائد 1 في 3 زائد 0 في 2. تجمعوا ده في البسط اللي هو البريسيشن، البريسيشن فاليو اللي هي بتقابل كل ريكول فاليو. عند الريكول ده كان البريسيشن كذا، عند الريكول ده كان البريسيشن كذا وهكذا. فالبسط ده بريسيشن فاليوز على 11 اللي هي النمبر اوف سامبلز عندي في الداتا سيت، او في النمبر اوف سامبلز للكلاس ده. دي اسمها الافريج بريسيشن. نيجي بقى لحته ان هل الكيرف اصلا كان كده، يعني هل كل كيرف بيجي بحيث ان هو يبقى بالمنظر ده الاصفر هوريزونتال واللي مش عارف ايه هوريزونتال وده كده. لا، في ساعات الكيرف بيجي كده. اوكي، اللي هو يعني اي كيرف ممكن يبقى اي حاجه يعني. فاحنا بنحاول نحول الكيرف ده، نحول الكيرف ده لحاجه. يعني مثلا الكيرف ده مثلا اهو، الكيرف ده بنحاول نحوله لحاجه زي كده اللي هو اللي باللون الاخضر، بحيث يبقى انا عارفه عايزه اجيب حاجه زي كده. تمام، ده كده مستطيل اهو، وبعدين ده مستطيل تاني، وده مستطيل تالت.
فيا اما تجيب ال اسمها ايه الافريج برستيشن تيجي من خلال انك تعرف النقطه دي قيمتها كام، النقطه دي قيمتها كام، النقطه دي قيمتها كام، وتبدا تجمع يعني تجمع وتقسم على كذا، او ان انت تجيبها من خلال حاجه اسمها اريا اندر ذا كيرف، يعني تجيب الاريا تحت ال تحت الكيرف، انت تشوف ده عندي مستطيل اهو، جيب الطول في العرض جبت مساحه المستطيل ده، زائد الطول في العرض جبت مساحه المستطيل ده، زائد الطول في العرض جبت مساحه المستطيل ده. فدي كده الطريقتين عشان تجيب الاريا، تجيب الافريج بريسيشن، يا اما تعمل تحاول تحول الكيرف بتاعك لعباره عن كذا مستطيل جنب بعض، وبالتالي فان ان الافريج بريسيشن بيساوي الاريا اندر ذا كيرف، او الاريا تحت المساحه تحت المنحنى، اللي هي بقى تكون مجموع كل المستطيلات، مجموع مساحه كل مستطيل، او ان انت تجيبها من خلال النقط اللي هي موجوده على الكيرف، اللي هي تقول النقطه دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي وهكذا. طيب دي حاجه اسمها الافريج بريسيشن. يعني كنا عايزين نتكلم شويه على الانتربوليشن بس مش عارفه نقولها، خلينا نقولها وقت ما نيجي نشرح احسن، عشان بس احنا كده ايه تأخرنا قوي عن شرح الـ يعني ايه مين افريج بريسيشن. المين افريج بريسيشن ده بعد ما شرحنا يعني ايه بريسيشن، وشرحنا يعني ايه ريكول، وشرحنا يعني ايه افريج بريسيشن وري اندر ذا كيرف، اقدر اقول لك ان هو عباره عن بروسيجر انت بتستخدمه، خطوات معينه انت بتعملها عشان في الاخر تجيب افريج للبريسيشنز اللي جت خلال كل الكلاسز، وبيديك في الاخر رقم، الرقم ده بينتجيت الالجوريزم ده البيهيفير بتاعه عامل ازاي خلال كل الكلاسز يعني. فالخطوات بقى بتاعتنا بتبقى عامله ازاي، شويه تفاصيل بس شويه. اول خطوه ان انت بتريكورد افري دوج ديتكشن along with the confidence score، يعني احنا اتفقنا ان انا عشان اجيب البريسيشن او الريكول بمسك كلاس واحد بس، مش كلاس واحد يعني، بجيبها جيفن كلاس معين. ففي المثال ده احنا بنجيب البريسيشن والريكول للتفاح، فاحنا هنا هنجيب البريسيشن والريكول لكلاس معين واللي هو الدوج مثلا، ماشي، ولنفرض ان انا عندي صوره فيها دوجز كتيره وكده، فانا امسك كلاس معين اسمه دوج، واقول ان ان انا عندي الصوره هو لما عمل ديتكشن طلع لي باوندنج بوكس حوالين ده وده وده، وعندي اربعه خمسه سته سبعه، عندي سبع صور هو قال ان هو عليهم دوج، سواء كان كلامه صح او غلط، ماشي، هو دي كلها مديها كلاس ليبل، قال لي ان هو ان هي دي دوج. الكونفيدنس سكور اللي هو الاكيورسي بتاعت يعني قد ايه الالجوريزم ده كونفيدنت او واثق في نفسه ان النتائج صح، 63% 77 92 86 وهكذا. ببدا بعد كده ابدا اقول الصوره دي هي ترو بوزيتيف ولا لا، يعني ايه ترو بوزيتيف؟ يعني الالجوريزم قال لي ان هي اسمها ايه، ان قال لي ان هي دوج، هل كلامه صح ولا لا. فببدا اعمل ايه، اعمل حاجه زي كده، افرض مثلا ان انت عندك صوره زي كده، بحيث طبعا ان الاخضر ده هو الجراوند تروث، الحاجه اللي موجوده في الداتا سيت، بيقول ان الاريا دي تحت فيها كات، يعني كات او دوج مش مشكله دلوقتي. وبعد كده الالجوريزم لما طلع باوندنج بوكس ماله باللون الاحمر، ببدا احسب حاجه اسمها اريا اندر ذا كيرف اللي اتكلمنا عليها قبل كده. ببدا احسب الاريا اندر ذا كيرف واشوف لو انا عامله ثريشولد، ان الثريشولد بتاعي ب 5 من 10، ابدا اشوف ده الاحمر مع الاخضر الاريا اندر ذا كيرف، او مع يعني اريا اندر ذا كيرف ايه الانترسكشن اوفر يونيون، سوري، اللي هي الانترسكشن اوفر يونيون مع بعض اكبر من 5 من 10، لو كان اكبر هو هنا بيقول 7 من 10، هقدر ان انا اقول الاسامبل دي ترو بوزيتيف، اوكي. ولو كان الانترسكشن اوفر يونيون مع الجراوند تروث كان اقل من 5 من 10، ببدا اقول ان هو فولس بوزيتيف. فاللي بيحصل ان انت يا اما تمشي بالطريقه دي، يا اما انا اقول لك على ان الحاجه دي بسرعه ازاي، ان انت دلوقتي ده دوج، اوكي، وانا شايفه ان هو دوج، يعني السيستم قال ان هو دوج وده فعلا دوج، يبقى ده ترو بوزيتيف. وده وده هنيجي يعني هنا يقول لي ان ده هو طلع ان هو دوج، بس هو اللي ظهر ان هو مش دوج، فانا مش انا هخليه فولس بوزيتيف، انت قلت ان هو دوج بس كلامك غلط. فدي الحاجه اللي احنا بنحسبها دلوقتي، عندي مثلا دي قال ان هي دوج، بس هو مش نسبه كبيره من الاريا اللي هو عملها فيها دوج، وبالتالي فانا اقول فولس بوزيتيف.
طبعا هو ما فيش حاجه اسمها ان انا اعمل الجوريزم بمجرد النظر، دايما بيكون حسابات وحاجات، بس انا بقول لك انت تعرفها بسرعه يعني انا بعملها ازاي. بس هي ان جنرال بتشوف الباوندنج بوكس اللي حوالين الاوبجكت والباوندنج بوكس الحقيقي بتاع اللي هو الجراوند تروث، وتشوف الاي او يو بتاعتهم بكام اللي هي الانترستيشن اوف يونين. لو طلعت اكبر من الثريشولد بتاعك ساعتها بتقول ان انت ترو بوزيتيف، يعني ترو بوزيتيف ايه في الانترسكشن اوف يونين اوف البريدكتد بوكس ماتشز الجراوند تروث كان اكبر من الثريشولد، يبقى خلاص هقول ترو بوزيتيف، والعكس هقول فولس بوزيتيف. فده اول ستيب في الافريج اوف الافريج بريسيشن. مين افريج بريسيشن؟ بتحسب الديتكشن بتاع كل الدوكس، وبتعمل لهم الكونفيدنس سكور، وتحسب لهم الترو بوزيتيف والترو والفولس بوزيتيف. تاني حاجه بتحسب حاجه اسمها البريسيشن والريكول. بنبدا بقى نحسب البريسيشن والريكول لكل سامبل. طبعا ازاي لكل سامبل؟ هيوضح دلوقتي. اولا عشان احسب البريسيشن والريكول محتاج اعرف ترو بوزيتيف وترو نيجاتيف. فانت هنا اول حاجه بس بتعمل سورت للحاجات دي كلها، بحيث ان انت بتعملها تنازلي. الكونفيدنس سكور اعلى حاجه لغايه لما يوصل لاقل حاجه. وبعدين بتبدا تشوف، احنا طبعا قلنا ان الماتشنج، ان انت قلت ده ترو بوزيتيف وهكذا، هتحط التيبل ده عادي. بعدين بتبدا تقول ايه، تحسب حاجه اسمها كوميوليتيف ترو بوزيتيف، ان الكوميوليتيف ترو بوزيتيف انا ظهر لي كام ترو بوزيتيف لغايه دلوقتي؟ واحد. طب جات لي هنا برضو لسه واحد لان ده ما زودوش. جالي هنا بقى اتنين، طب جالي هنا لسه اتنين، هاجي هنا بقى تلاته، هاجي هنا بقى اربعه، هنا بقى خمسه، فاهمني؟ فانا عندي خمسه ترو بوزيتيف، وانا بحسب الكوميوليتيف اللي هو التراكمي يعني. وبعد كده احسب الكوميوليتيف فولس بوزيتيف، عندي كام فولس بوزيتيف هنا؟ لغايه دلوقتي زيرو، بعد هنا واحد، ده خلاها واحد برضه لان مفيش حاجه زادت، بعدين هنا بقى اثنين، بعدين هنا اثنين 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 لان ده كله ترو بوزيتيف. فهتلاحظ طبعا ان 5 و2 7، ده عدد نمبر اوف سامبلز يعني. طيب عايز احسب البريسيشن والريكول بقى. البريسيشن اتعودنا ان هو بيساوي الباست بتاع البريسيشن هو الترو بوزيتيف، هو الترو بوزيتيف ده، والباست بتاع الريكول هو برضه الترو بوزيتيف. فيبقى عندك واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة أربعة خمسة، يبقى واحد واحد اتنين، لو كملنا هنا يبقى اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده البسط. المقام بقى عبارة عن ايه في البريسيشن؟ عبارة عن الفولس بوستيف زائد الترو بوستيف، يبقى واحد زائد صفر، يبقى عندك واحد زائد صفر، هنا واحد زائد واحد، هنا واحد زائد واحد، هنا اتنين زائد واحد، طبعا دي غلطة، هي هنا اتنين زائد واحد. اوكي، انا اتمنى ان مش حابب بكتبش بسرعة اوي. اتنين زائد واحد، وهكذا. طبعا المفروض لو كتب بالتفصيل هيبقى عندي الاثنين على 2 زائد 2، و3 زائد 3 على 3 زائد 2، و4 على 4 زائد 2، و5 على 5 زائد 2. ده البريستيشن بتاع كل سامبل. طيب بعد كده احسب الريكول. الريكول طبعا اتفقنا ان انت بتقول ان الباست عباره عن واحد، الباست عباره عن ترو بوست، فمعنى واحد واحد اثنين، يبقى واحد واحد اثنين اهو. طبعا دي انا عملها بس بسرعه. والمقام قلنا يا اما تقول تحسب الترو بوزيتيف زائد الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف، او ان انت تقول في الاخر المقام بيساوي عدد السامبلز اللي موجوده للدوج، او عدد السامبلز اللي موجوده للكلاس اللي انت انترستد بيه. فهو هنا عدد السامبلز للدوج 16 16 16. اوكي، فنبدا بقى نحسب. وطبعا لو في غلطه في الجدول طبعا احنا مالناش دعوه، بس انا شرحت دلوقتي الصح ايه. اوكي، ده ازاي بتحسب البريسيشن والريكول لكل سامبل. اوكي، عارفه الفيجر ده كان بيقول ايه؟ ده بيقول ان there are two possible scenarios where the bounding box would be considered as false positive. انا امتى اقول ان ال bounding box false positive؟ لو كان ال IU اقل من 5 من 10، طبعا دي عرفناها، او ان لو كان عندك duplicated bounding box، يعني لو عندك bounding box لونه ازرق وقال ان ده بيرسون، وباوندنج بوكس لونه اصفر وقال ان ده بيرسون، ساعتها هاخد واحد بس اخليه ترو بوزيتيف والباقي اخليه فولس بوزيتيف. مش هينفع اخد كله اخليه ترو بوزيتيف. او فدول الحالتين اللي هو بقول فيهم امتى السامبل بتاعتي تبقى فولس بوزيتيف. اول دي فاهمينها، لو احنا ممكن يجي لك سبيشال كيس ان انت الحاجه متكرره يعني. طيب امتى اقول على الحاجه دي فولس نيجاتيف؟ امتى اقول عليها فولس نيجاتيف؟ طبعا نيجاتيف يعني انا قلت ان هو، انا مثلا ولنفرض ان انا مهتميه بالبيرسون. اوكي، ف اللي هو ايه،
اول كيس ان انا ما اقولش ان انا ما احطش باون نجموكس على اي حاجه، ده كأن انا حطيت على الهورس. هي يعني انا امتى اقول ان فولس نيجاتيف؟ لما يكون ما عنديش ولا باوندنج بوكس في مكان. طبعا يعني حاجه زي كده، فهتلاقي ان في بعض الناس بتقول ان ما فيش حاجه اسمها فولس نيجاتيف في الاوبجكت ديكشن، لان الفولس نيجاتيف معناها ان ما فيش بوكس اتحط، وانا مش هعرف اخلي فيه بوكس وخلاص. الديفولت بتاعي ان انا ما احطش طول ما انا مش شايف اوبجكت، فهتلاقي ان انت دايما مش هتعرف تحسب الفولس نيجاتيف قوي. اوكي. ولكن هو بيقول لك ان انت في كيس تانية ممكن تسهل عليك انك تحسب الفولس نيجاتيف، ان هو يعني لو طلع على عمل ويندو كده على البيرسون وقال عليه هورس، ده تمام. يعني هو قال فولس نيجاتيف، يعني النيجاتيف دي يعني هو قال عليه كلاس تاني، وفولس يعني كلامه ده غلط. فدي الحالة اللي هي ظاهرة يعني. لكن الحالة التانية اللي مش ظاهرة ان هو لو ما فيش اي باوندنج بوكس، وانا مش هقدر اعد كل الان باوندنج بوكس اللي ما اترسمتش، عشان كده هتلاقي فيه صعوبه قوي انك تعرف فولس نيجاتيف في الاوبجكت ديتكشن. وبالتالي ان احنا بنروح حاسبينها بحته ان انا اقول لك في الاخر يعني توتال نمبر اوف سامبلز للكلاس ده كام، عشان كده قلت كلمه 16 او 4 او لما شرحت قبل كده. فعرفنا نبدا بقى نرسم البريسيشن ريكول كيرف. بريسيشن ريكول بتيجي عند الريكول في الاكس اكسس، والبريسيشن في الواي اكسس. بتبدا تعمل 0 1 2 3 مش عارفه كام، لا او 0 من 10 يعني 1 من 10 2 من 10 وهكذا، ودي برضو 0 1 من 10 2 من 10. تبدا ترسم كل نقطه، هتلاقي كل نقطه في الجدول هنا اللي هو مثلا ايه 1 و8 من 100. طبعا هقول الريكول اول لانه اكس اكسس، بقول 8 من 100 و1. فتيجي هنا تيجي عند نقطه 8 من 100، لو في 8 من 100 معرفش هي فين، خلي دي 8 من 100 اهي، وتكتب ايه قصادها واحد. طيب بعد كده عند 8 من 105 هتلاقي 8 من 105، في هنا واحد وفي هنا خمسه عند نفس الريكول. وبعد كده مش عارفه برضو نفس القمه بتاعت ال دي ان 16، ودي 16 الريكول، وهنا 66 و5. فنيجي نعمل كده هنلاقي عند 16 من 100 في 66 و5 او 5، ودي 66. يعني بصرف النظر عن اللي بيحصل، انا بس اولا عايز اعرفك ازاي بنعمل البريسيشن ريكول كيرف. بنرسمه ان انا بجيب البريسيشن والريكول لكل سامبل، وبعدين برسم في الاكس اكسس او على الكيرف كل سامبل عباره عن نقطه واحده، الاكس اكسس بتاعها هو الريكول والواي اكسس بتاعها هو البريسيشن. اوكي. طيب هنلاحظ بس ان اللي لسه قايله ده، ان انا ممكن تلاقي الريكول ليه اكتر من سامبل. يعني اف ذا تيبل كونتينز مالتيبل بريسيشن فاليوز فور ذا سيم ريكول، هنعمل ايه ساعتها؟ ان انا اختار اعلى قيمه، كونسيدر ذا هايست فاليو اند ديسكارد ذا ريست، اختار اعلى قيمه. ويعني ممكن اختار النقطه دي مثلا، النقطه دي الغيها واختار النقطه دي، دي اللي تبقى تفضل معايا، والنقطه دي الغيها، والنقطه دي هي اللي تفضل معايا. اوكي. ساعتها لما ارسم الكيرف هبقى ارسم حاجه زي كده. مش عارفه بيرسمش ليه، هيقول ان هو يرسم. اوكي. قلت طب انا اعدي على ايه، على النقط كلها. فده ده الكيرف. بتلاحظ ان هو هنا في المثال مش مميز حتى، يعني مش عامل الطريقه بتاعتي دي، رسم النقط كلها عادي يعني، فاهمني؟ ممكن ما يمسحش كله يعني، بيسيب النقطه دي كان المفروض يمسحها سابها، ودي كان المفروض يمسحها سابها، فعادي يعني مش موضوعنا دلوقتي. بس لو احنا قدامنا مساله من الاول لاخر، احنا بنهندل الكيسز دي. انا لو عندي ريكول اونلي وان ريكول فاليو ليها اكتر من بريسيشن فاليو، باخد الماكسيم. طيب دلوقتي انا ظهر لي الكيرف ده. اوكي. ايه الستيب اللي بعد كده؟ طبعا هو هنا كان بيقول لي ارسمي وقال لي ايه؟ ارسمي البريسيشن ريكول كيرف، ده رقم 3. رقم 4 بيقول لي احسب الافريج بريسيشن. الافريج بريسيشن طبعا انا مش هينفع احسب الافريج بريسيشن بالمنظر ده، لازم ان انا احولها لي على هيئة مستطيلات، ان انا اعمل كده وبعدين اعمل كده مثلا. هقولك طبعا بعد شوية ازاي بعملها هيئة مستطيلات، بس لازم تبقوا فاهمين انا ليه بعملها مستطيلات. بعملها مستطيلات لان انا مش هعرف احسب الافريج بريسيشن. الافريج بريسيشن عشان احسبها لها طريقتين، افريج بريسيشن يا اما تحسبها من الاريا اندر ذا كيرف. مش عارفه ليه مش بيكتب الاريا
الاريا اندر ذا كيرف. اللي هو بقى بتبدأ تحسب الريكتانجلز، شوف عندك كام مستطيل. اوكي كده مثلا، كده تبدأ تحسب مساحة المستطيل ده ومساحة المستطيل الأولاني اللي هو كده مع مساحة المستطيل التاني، تجمعهم على بعض، يبقى أنت كده جبت الأريا أندر ذا كيرف اللي هي الأفريج بريسيشن. اوكي دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية إن أنت تبدأ تعمل حاجة اسمها انتربوليشن. انتربوليشن يعني يعني هشرحها بس شوية لأن مش هعرف أقولها على طول. طيب فأنا دلوقتي عندي طريقتين، وهنا بيقول لي برسمي الفاينل، احسبي الافريج بريسيشن، فأنا عايز أحسب الافريج بريسيشن. فلو هتعرف تعمل المربعات دي اللي أنا عملتها دي بسرعة وفهمت هي ممكن تتعمل إزاي، تمام. لو مش عارف نعمل بقى فكرة الانتربوليشن. انتربوليشن دي معناها ان انت هتعمل سكيلينج للريكول كيرف وتخليه يبقى عبارة عن 11 رقم اللي هو من 0 لغاية 1. فيبقى عندك 0، 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، 5، 6، 7، 8، 9، 1. تلاقيهم 11 قيمة. عشان كده بقول لك ايه؟ calculate the average precision using ال 11 point interpolation method. فهنعمل حاجة زي كده. هعرفكم بس الانتربوليشن بيحصل ازاي. تعمل 11 نقطه في الافريج بريسيشن في الريكول قصدي، وبعد كده بتمشي على الكيرف، تمشي كده من ايه، من اليمين للشمال، بتيجي عند نقطه معينه. طبعا كل ده صفار اصلا، بس انا بس عشان انا الكيرف بتاعي عباره عن 11 نقطه فاحط هنا 0 0 0 لان مفيش بريسيشن. هاجي عند النقطه دي مثلا 71%، اخليها احط نقطه هنا اسمها 71%. ماشي اوكي. معرفش يكتب بقى يرسم كده ماشي اهو. طيب بعد كده اجي عند النقطه دي الاقي النقطه، اسال نفس السؤال، النقطه اللي على يميني دي اللي هي دي اعلى مني؟ اه خلاص هكمل كده خلاص. طب اجي عند النقطه دي اسال نفسي، مش عارفه ما عندي مشكله في الكتابه، النقطه دي النقطه اللي قبل اللي هي دي اعلى مني؟ اه خلاص اكمل كده. اوكي اجي عند النقطه دي او النقطه دي النقطة اللي فوقي أعلى مني، خلاص هكمل كده. فهتلاقي ده الانتربوليشن، إن أنت بتبدأ تشوف النقطة دي هتاخدها ولا لأ بناء على القيمة اللي اليمين بتاعتك. لو اليمين بتاعك أكبر منك بتفضل تثبت اليمين وتسيبك إيه من القيمة بتاعتك. أوكي اللي بيحصل ده إن دي طريقة بتخليك في الآخر تكون مستطيلات. أوكي فالانتربوليشن طريقة هتستخدمها عشان تكون المستطيلات وتكمل وتجيب الاريا اندر ذا كيرف، يبقى انت خلصت فكره الافرج بريسيشن. او ان انت تحسب الافرج بريسيشن دي عباره عن انك تجمع كل القيم دي اللي هي واحد وواحد، طبعا نسيبنا الواحد دي، واحد و7 من 71%، 71%، 71%، 71 زائد 0 0 0 0 0 على ال 11. اوكي لان انا بجيب الافرج بريسيشن، وانا لما عملت الافرج بريسيشن عملت حاجه اسمها انتربوليشن، يعني وزعت النقط على هيئه 11 نقطه، فيبقى المقام عندي ب 11. افريج بريسيشن بيساوي حاجه على 11. ايه هي الحاجه دي؟ اللي هي مجموع كل السامبلز اللي هنا. هتلاقي يعني عندك بيقول لك ايه، 1 زائد 71% من 100 في 4، لان عندك 4، 1 2 3 4 من الرقم ده، و1 2 3 4 5 6 7، والمفروض 6 يعني. دي 6 لان انت عندك 6 زائد 4 10، و10 و1 11، فانت عندك 11 سامبل، دي 6. هي عندك 6 صفار، 1 2 3 4 5 6، دي مش هتحسبها لان انت حسبتها فوق. اوكي فالستيب اللي احنا فيها بتقول بعد ما رسمت الاري اندر ذا كيرف، بعد ما رسمت قصدي البريسيشن ريكول كيرف، حاول ترسم الانتربوليتد كيرف، ان انت تبدا تطبق اللي هي الايه ال 12 بوينت انتربوليشن ميثود، ال 11 بوينت انتربوليشن ميثود زي ما احنا عملنا كده، وبعدين بقى تحسب الافرج بريسيشن. فقلنا بافرج بريسيشن يا اما تجيبها من خلال انك ان انت عمال تجمع حاجات اللي احنا قلنا عليها دي اللي هو واحد و71 مش عارف ايه كذا كذا، او تجيبها الاري اندر ذا كيرف اللي انت تشوف المستطيل ده طوله كام وعرضه كام، وتجيب وتشوف ده الاريا بتاعته طوله كام وعرضه كام، والمستطيل ده اللي هو تشوف طوله كام وعرضه كام، وتجمعهم على بعض. اوكي في الاخر هيطلع لك رقم
او نفس الرقم يعني. فايه بقى دي الخطوة الرقم 5، هتلاقوا هنا كاتبها صح، هنا 6، وممكن يكون بس غلطان هنا. طيب الـ average precision، الـ average precision للدوج طلعت ب 34.9، اللي هي مثلا كأنها 35%. في average precision للدوج بتساوي 1 على 11 مضروبة في البسط بتاعي، عبارة عن السم اوف 11 interpreted precision values. بتجيب الروايات، مالكش دعوة بالإكسات. طيب مثال تاني، مش هنقعد يعني مش هنحكي في التفاصيل، أتوقع إن احنا فاهمين يعني. بجيب كل الباوندنج بوكس في التريننج في التست سيت، ان انت عندك الاحمر ده هو مش جراوند تروث، الاخضر هو الجراوند تروث. ولو المفروض مثلا عندي الايمج 1 فيها 3 باوندنج بوكس، اللي هي الاحمر والاحمر والاحمر. الكونفيدنس سكور 3/10، 6/10، 7/10، هو مكتوب فوق اهو 6/10، 7/10. بقول ان ده ترو بوزيتيف ولا لا. بتبدا تشوف ده الاريا اندر ذا كيرف، الاريا الانترسكشن اوفر يونيون. مع الاحمر والاخضر هتلاقي ان السامبل اللي هي 6/10 دي عباره عن فولس بوزيتيف، لان الاريا الانترسكشن اوفر يونيون اقل من 5/10. هنا هتلاقيه اكبر من 5/10، وبالتالي ان السامبل اللي هي 7/10 دي هتبقى ترو بوزيتيف، لكن ده هيبقى فولس بوزيتيف طبعا، لان انا قلت ان هو هنا في دوج وهو ما كانش في دوج. فننفذ نفس الفكره على كل الايمجز اللي عندي في داتا سيت، وبعدين يبقى عندي دي داتا سيت. اوكي، عندي فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف، ترو بوزيتيف، ترو بوزيتيف، فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف، ترو بوزيتيف. طيب بعد كده بعمل لهم سورت تقريبا، ايوه بعمل لهم سورت، وبعدين خلاص هو عمل سورت. بعدين ببدا احسب البريسيشن والريكول، بس ببدا احسب ايه اللي هي الاكيوميليتد ترو بوزيتيف والاكيوميليتد فولس بوزيتيف، اللي هو الترو بوزيتيف اكيوميليتد. وانا بس ممكن تكون مش واضحه اثناء الحل، بس الترو بوزيتيف ان انا هنا عندي واحده ولسه هنا عندي واحده، لان طبعا دي فولس بوزيتيف. وبعد كده بقى عندي اتنين ترو بوزيتيف، وبعد كده برضو لسه عندي هنا اتنين لان دي فولس بوزيتيف. وبعدين بقى عندي ثلاثه، وبعدين هنا ثلاثة، وهنا ثلاثة. تمام، لو عايز احسب ال accumulated false positive هلاقي ان هنا كانت زيرو، لان انا هنا ما عنديش اول واحدة true positive، فما عنديش false positive لغاية دلوقتي. بعدين التانية false positive هيبقى عندي واحد، بعدين الواحد هيكمل معانا لان انا ما عنديش لسه. بعدين اتنين، بعدين اتنين، بعدين ثلاثة، بعدين ثلاثة، أربعة أصلا. اوكي طيب لو عايز احسب البريسيشن، البريسيشن بتساوي ان البسط بتاعي هو الريكول، البسط بتاعي هو ترو بوست، فهتلاقي عندك 1 1 2 2، 1 1 2 2، 3 3 3، هتلاقي 3 3 3. اوكي، برضو الريكول البسط واحد اللي هو 1 1 2 2، 3 3 3. اوكي، نيجي بقى في المقام، المقام عباره عن 1 زائد 0 هيبقى 1، و1 زائد 1 هيبقى 2، و2 زائد 1 هيبقى 3، و2 زائد 2 هيبقى 4، و3 زائد 2 5، و3 زائد 3 6، و3 زائد 4 7. اوكي، طيب الريكول عباره عن ايه؟ النمبر اوف سامبلز اللي هي الحقيقيه للدوج مثلا، هو انا ما اعرفش هو بيجرب على ايه دلوقتي، تقريبا دوج. اوكي، بعدين بيبدا يرسم الكيرف اللي هو يطلع بالمنظر ده. اوكي، وده البريسيشن وده الريكول بتاعه. طبعا يعني واحد على واحد هيبقى واحد، واحد على اتنين بنص، شوف نص يعني هيبقى ودي ربع، يبقى 25%. 25% هيبقى وسطها نقطة اللي هي نص، فاهميني؟ دي النقطة اللي هي دي، وهكذا طبعا في كل النقط. حاجة زي كده مش هعرف ان انا اعملها، لازم اعملها انتربريشن. ف يعني الانتربريشن ده غريب، يعني المفروض ان هو يعمل حاجه زي كده. لو هو ماشي من اليمين هيعمل كده، هيجي عند النقطه دي ويمشي كده النقطه دي. وبعدين النقطه دي، يبقى انا دلوقتي معايا مستطيلين او ثلاثه، ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثة.
اوكي ده يعني المفروض الناتج الانتربوليشن. يعني ممكن يكون هو ماشي على بروسيجر مختلف عشان كده يطلع حاجه زي كده. بس anyway ده ناتج الانتربوليشن. لما جه يحسب اللي هو الاريا اندر ذا كيرف او الاريا اندر ذا كيرف، بيقول لك اريا اندر ذا كيرف معناها الافريج بريسيشن. فجه يحسب، شوف ده طول العرض بتاع ده وطول العرض بتاع ده، وفي الاخر طلع الرقم ده. طيب لو عايزين بقى نحسب ال اسمها ايه، المين افريج بريسيشن، بتجيب الافريج بريسيشن للكات والافريج بريسيشن للدوج وهكذا، وبعدين بتجمع الاثنين مع بعض على الاثنين، على الاثنين اللي عندي النمبر اوف بريسز ايه، كات ودوج اللي هو اثنين، بيبقى عندي القيمه بتاعتهم في الافريج بريسيشن والقيمه بتاعتهم في الافريج بريسيشن، بتقسمها على الاثنين عشان يديك المين افريج بريسيشن. فانت this was only for the class, we need to calculate for all classes. Let's say we need to do this for cats and dogs. لا المفروض انت ما عندكش داتا بتاعتك غير اثنين يعني. فالمين افريج بريسيشن اللي ايه الاثنين دول كذا. حاجه كمان، ان احنا كل الدنيا دي عملناها عشان سبيسيفيك اي او يو. يعني قلت انت، انا حددت ترو بوست وفولس بوست وبريسيشن وريكول وكل حاجه بناء على الاي او يو اللي هي ب 5 من 10. طب افرض انا عايز اخليها 6 من 10 او 7 من 10، ساعتها بقى انت بتضطر تحسب المين افريج بريسيشن لاكتر من قيمه، اللي هو 5 من 10، 55، 6 من 10، 65، اللي هو كل مره تزود 5 من 100 يعني. فيبقى لك ارقام كتير. وعايزه ريفير لحاجه زي كده، اقول الماب ات 5 من 10 الى 5 من 100 الى 95، يعني جيب لي اسمها ايه، جيب لي المين افريج بريسيشن لما الثريشولد ب 5 من 10، وجيبه لي لما الثريشولد زود على القيمه 5 من 10 ل 5 من 100 هيطلع 55، والناتج اجمع عليه 5 من 100 يطلع 6 من 10 لغايه لما اوصل ل 95. دي برضو ممكن يكون ستيب تانيه بعد المين افريج بريسيشن. وهي الفكره، بس ان انا عايز اقول لك ان احنا في حالنا لغايه دلوقتي اعتمدنا على الـ على الانبوت اوتبوت اسمه ايه، الاي او يو اللي هو الانترسكشن اوفر يونيون. فدي كانت باختصار المين افريج بريسيشن، هي عباره عن ايفالويشن متريك بستخدمها علشان اقارن الايفالويشن الاوبجكت ديتكشن ميثودز مع بعض. عباره عن انك بتجيب البريسيشن، بعدين بتجيب لها الافريج، بعدين بتجيب المين افريج لكل كلوزز بينتج لك المين افريج بريسيشن. واتفقنا طبعا ان البريسيشن والريكول بيحلوا مشكله الداتا لو مش هي ايكوالي سايزد، فبيجيب كانه يعني بيجيب الاكيرسي لكلاس واحد اللي هو ونفرض الدوج، او لكلاس واحد اللي هو الابل، وكذلك الركوب. وبالتالي بيبقى في عندي انديكيشن او مؤشر ان الرقم ده فعلا بيعبر عن الكلاس ده، مش زي فكره الاكيرسي لما كان وصل لي 80% وانا بص على 80 لقيتها رقم كبير، ولكن لما بصيت في التفصيل لقيت ان في اتنين موجودين ميس كلاسيفايد، وبالتالي ان الابل كله لم يتم عمل كلاسيفيكيشن ليه، فازاي يبقى 80%؟ فعشان كده قلنا نعمل بريسيشن وريكول ومين افريج بريسيشن لكل كلوز. اوكي يعني ريكول وبريسيشن وافريج بريسيشن لكل كلوز، لكن مين افريج بريسيشن للكلوز كلها. طيب هو الدنيا تكون وضحت. انا طبعا يعني حاولت بكل الطرق ان انا اوضح الفكره، فان شاء الله تكون الدنيا بقت تمام. إن شاء الله نتقابل على خير في فيديو تاني. شكرا.